السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم افكار بسيطه مع مريومه. فيديو جديد ومعلومه جديده. نبداو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اليوم باغي نتكلم لكم على واحد العشبه، الا وهي الكاليبتوس. الكاليبتوس هو كنز من الكنوز الطبيعيه اللي كانت تتعالج بها الاجداد ديالنا والاباء ديالنا في زمان. الفوائد ديالو الصحيه هي كثيره بزاف، عندها منافع كثيره. الكاليبتوس الذي يعتبر كنز من الكنوز الطبيعية اللي عنده فوائد كثيرة وصحية، لكي تعتبر كنز من الكنوز الطبيعية اللي كتساهم في علاج العديد من الأمراض، وعنده فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. من بين هاد الامراض التي يداويها الكاليبتوس هي النزلات ديال البرد، الكحبه، وكذلك الجهاز التنفسي، وبالخصوص الجهاز التنفسي اللي عنده الربو ولا الربو او حساسيه ديال الصدر الدقة، وبالاخص تتعالج الجهاز التنفسي. كانوا الاباء ديالنا والاجداد ديالنا وجدود جدودنا كانوا كيتعالجوا غير بالاوراق ديال الكاليبتوس وبالزيوت تاع الكاليبتوس. الزيت ديال الكاليبتوس تناخذوا منها شويه، تنبقاو كان الزيت ديال الكاليبتوس كتعالج ألم الظهر، كتعالج ألم المفاصل والعضلات، وكتعالج حتى ضيق الصدر. تنبقاو كناخدو شويه ديال الزيت ديال الكاليبتوس، تنبقاو كندهنو بها الصدر ديالنا ولا المفاصل ديالنا ولا العضلات ديالنا. سبحان الله العظيم، تيخفف داك الالم ما تيبقاش. وكذلك تندهنوا بها حتى الظهر اللي عنده الالم ديال الظهر، كيبقى حتى هو كيدهن بها شويه ديال الزيت ديال الكاليبتوس، ما تيبقاش داك الالم ديال الظهر. سبحان الله العظيم، هذا هو الدواء باش كانوا تيتعالجوا الاجداد ديالنا، الاجداد واجداد الاجداد ديالنا كانوا كيتعالجوا بل بالأعشاب الطبيعية، وكيلقاو عليها مفعول. ما كان لا صيدليات ولا حتى حاجة. سبحان الله العظيم، هذه هي الكنوز الطبيعية وهذه هي الصيدلية الربانية. سبحان الله العظيم. أولا كنبقاو ناخدو شويه الأوراق ديال الكاليبتوس، وكناخدو واحد الكاسرونه وكنغليوها، تندير فيها شويه الماء، تندلو الاوراق تاع الكاليبتوس، وتنبقاو كنطبخوهم. ملي تنطبخوهم تنبقاو كنستنشقو داك البخار ديال الكاليبتوس. هو مفيد للجهاز التنفسي، مفيد للصحه كامله. سبحان الله العظيم، واللي كيضرو حتى رجليه، اللي عنده الم في الرجلين ديالو تيبقى يديرو كياخد داك الماء وكيحط فيه الرجلين ديالو. سبحان الله العظيم، متيبقاش كاع داك الحرق ديال الرجلين، متيبقاش كاع ولا داك الحرق ديال المفاصل ولا داك الحرق ديال العضلات. سبحان الله العظيم، وهو كذلك معقم. هاد الأوراق تاع الكاليبتوس تناخدوها مع شويه الزعتر، شويه الخزامه، شويه ديال عزير، تنبقاو كنديروهم في شويه ديال الجمر،
تيبقى تيعقم لينا الدار، ما تتبقى لا جراثيم، ما تتبقى لا حشرات، ما تتبقى حتى حاجه سبحان الله العظيم. وبالخصوص في ايام كورونا كنا كنستعملوه بزاف بزاف بزاف، تنبقاو كن تنطلقوه بحال بخور هكايا فوق الجمر، اولا كنبقاو كنديروه تنديرو الورق ديال الكاليبتوس مع الماء، وتنبقاو نخلوه تيعقم الدار، تتبقى لا جراثيم، ما تبقى لا حشرات، ما تبقى حتى حاجه سبحان الله العظيم. حتى الفيروسات وداك الشيء ما تتبقاش سبحان الله. وبالاوراق تاع الكاليبتوس تيصنع العسل، تيصنع بها الزيوت، تيصنع بها العطور، وكثير كثير كثير ما تيصنعوا بها. وهذا الفيديو تاخذوا هذه المعلومه وتستفدوا منها، ما تنساونيش باللايك، باللايك الزوينين ديالكم، بالتعليق وبالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لفيديو آخر إن شاء الله.